أحلى أحلى مساء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من قرية نمساوية ألا وهي زيلام زيلام. أي طبعا ما كانت في الحسبان، لكن أستاذنا خالد الوسمي أرسل لي مسج قال لي مر عليها. والشيء الزين أن حديقة السنجاب فوق الجبل وهي هاي تحت، هذا اللي شجعني أني أوصل حديقة السنجاب وأمر على هالمدينة هالقرية وأصورها. قرية هادية جدا، صورها في النت أنا عجبتني الصراحة، صور علوية جاية، الصور العلوية هاي والدنيا شوفوها في النت. ببيت فيها وبصبح بكمل البرنامج. باكر عندي آخر يوم، اليوم نحن تاريخ 10/9/2015. قرية صغيرة جدا، نواصل تصويرنا. في فنادق الناحية الثانية، موقعهم حلو، الشمس في وجهي، وهذا الشاي الشواب والعيايز هم اللي تارسين الفنادق. كل ما تي فندق قال لك فول كله من هايلن، متقاعدين ويتجولون كل أسبوع مكان، ما عندهم شغل. مثل مسرح، كراسي، غير صغيرة ما بس شكلها حلو من لقطات عليه لها من على، كان يعني عادية ما فيها أي شيء. كل بلكونات ورد، هذا الورد عاد وبالد. بيلا صور حق الانستغرام. هذا فندق غاستهوف، بيمر القطار. صراحة أسعدنا خبر القبض على صاحب الشخص لاند كروزر اللي انفحط في لندن. طبعا هو من بضبي، نمرة بضبي، ورايح لندن يشيل الكروزر على تايرين. يعني ما كفتك بضبي، ما كفتك لي، وما كف رايح لين بضبي هناك تشيله على تايرين. الله والله أنا أتمنى أن يرمونه هو سيارته شهرين في السجن، ويكون عبرة لمن اعتبر. زيلم زيلر النمسا، هذا الاستاد الرياضي، الملعب. وانصح طبعا انصح ما تصلح للزيارة هالمدينة، مو ما تصلح للزيارة ولا حتى سمونه حديقة
حديقة السنجاب، ما صعب زيارته، لكن ما دام من جنب بعض خلاص وعد. والله استغرب يا اخوان، في الاوروبيين حاليا يفكرون لما بعد علم النانو، ونحن شبابنا بعض شبابنا الله يهديهم يفكر كيف يغير سبيرس التاير والسيارة مرفوعة على التايرين، بس يموت يتعلم هالحركة هاي. الله يهديهم الله يهديهم. هذه مقتطفات عن هالقرية، شوف قرية صغيرة، لكن شوف كيف جميلة، كل شيء منسق فيها، كل شيء. كلها مباني جديدة، مباني كلها جديدة. سيلام زيلر. وصلنا، هذه نهاية القرية، صغيرة جدا، تمشيها في 5 دقائق، يعني في 1/4 ساعة تلفها كلها. شكلها حلو، بس من اخذت التغاطة علوية شكلها حلو. هني محطة القطار، وين جايين الناس فعلا. القطار اللي توه مسكرين عنا السكة. هاي شجرة التفاح، قرية زيلام زيلر، النمسا، ولاية تيرول،